هل أنت آمال؟ نعم، نحن زملاء دهام في الفرقة. دهام؟ أين اختفى دهام؟ ها؟ والدي يبحث عنه في كل مكان ولم يجده حتى الآن. لميس، هيا لنذهب ونبحث عنه نحن أيضا. أمرك. رجاء دعوني أتي معكم. أنت؟ كنت معه عندما هاجمنا الوحش. أنا أساعدكم. حسنا، تعالي معنا. إلى الأمام بأقصى سرعة. إلى الأمام بأقصى سرعة. تخفف السرعة. تخفف السرعة. في هذا المكان المتجمد لابد أن يكون قد تجمد من شدة البرد. حمام. هناك نفق في الجدار تسلقه دهام وصعد إلى أعلى. لابد أن أحدا بحث عني. ولكن أين هم الآن؟ يا ترى في الكهف؟ ربما داخل الكهف. سأبحث عنهم. احترسوا، رجل ملقى هناك. هذا الرجل بحار، إنه متجمد، ولكن ما الذي جاء به إلى هنا؟ القوة البحرية للنقل، عجيب. وحالا أعطى كمال المعلومات المتوفرة عن البحار وطلب من دكتور عرفان تفاصيل أكثر عن البحار. نعم، شكرا. اسمع يا كمال، البحار الذي عثرتم عليه هو قائد الناقلة العملاقة شداد. ما الذي يفعله قائد الناقلة المفقودة في المحيط الهادي هنا في قلب منطقة المتجمدة؟ نقطة مهمة، اجمع المزيد من المعلومات أثناء بحثك عن دهام. أمرك سيدي. كلا، لن نسمح لهم بجمع المزيد من المعلومات. حضورا، هيا بعدهم من هنا. انظر الوحش، أنت خلف الأحداث. القنابل الصاروخية. الأشقة. مفقودة. أوه، يجب إبلاغ القيادة بذلك الآن. الآن لميس، حطم الثلج بالقنابل الصاروخية. أمرك. هيا بسرعة. كمال، إصابتها خطرة. انقلها بواسطة المدرع 2 إلى المستشفى. صعب جدا، ولكنني سأحاول. والآن
الوحش. القنابل الصاروخية تطلق. انظر ها هو دهام. الحمد لله انه بخير. كمال لميس شكرا لمجيئكم. المهم جميع ناقلات النفط مخبأة هناك في القاع. فهمت الآن. أخرج الوحش الناس من المنطقة حتى لا يعثر أحد على الناقلات. ولأي سبب إخفاؤها هنا؟ الوحش الوحش يخزن كميات هائلة من النفط هنا ومن بعد يفجرها. هذا يساعد على ذوبان الثلج وزيادة نسبة مياه البحر ثم الفيضان. يا لها من أفكار خطرة. لقد اكتشفنا سره في الوقت المناسب لنقضي عليه. هيا لنتحد. إني مستعد. بسرعة تتحدان؟ سأغادر في الحال. حالفكم التوفيق. الاتحاد قوة. الاتحاد قوة. المنشار القاطع. أين يركب الفولاذي؟ كمال القوة الكهربائية تنضب. فلنتحول إلى الرجل الحديدي. إلى الرجل الحديدي. وهكذا تمكن سكان المنطقة الشمالية من العودة إلى قراهم هانئين مطمئنين. ماذا؟ زواج؟ ماذا يريد منك والد آمال يا دهام؟ الزوج؟ أتاني الحارة يا دهام. لست عازما على الزواج في الوقت الحاضر أبدا. ماذا تقول؟ ترفضني؟ ترفضني؟ لا لا. كمال انظر الفشل. رائع رائع جدا. سماء المنطقة الشمالية جميلة ورائعة في ألوانها البهيجة. كمال ولميس أعجبا بجمال الطبيعة ونسي المعارك والديناصورات. هل يستسلم الجيش الديناصوري أمام القوة الصاروخية الموحدة؟ أم تستسلم القوة الصاروخية الموحدة أمام هجمات الإمبراطور ساتولا وجنده؟
شاهدوا ذلك في الحلقة القادمة.